السلام عليكم. شو بيرديزات كالعادة معكم. رانا ولينا نتكلموا على البطولات الأوروبية، بطولات خمس أقوى بطولات في أوروبا، وهما نتكلموا على سيلتا فيغو مع ليغانسي، للفريق هذا الفرق هذو اللي انتهت المقابلة بعد قليل بيناتهم بتعادل 0-0، تعادل سلبي. وشلنا كيفاش المقابلة كانت، مقابلة كانت شيقة، مقابلة كانت تنافس كبير في المستطيل الأخضر، تنافس كبير في المستطيل الأخضر. شلنا كيفاش البطولة الإسبانية، البطولة الإسبانية اللي تحافظ على التقاليد تاعها، خاصة في الألقاب، في المشاركة الأوروبية في الدور الأوروبي، وين محافظة على التقاليد تاعها. شلنا كيفاش هذو فرق اللي تبقاو فرق كبيرة، فرق اللي عندهم السماوات وعندهم الشخصية تاعهم. البطولة الإسبانية اللي عندها الشخصية تاعها، اكتسبت شخصية كبيرة ما بين البطولات الأوروبية والعالمية، ونشناهم كيفاش ينافسوا على كل الألقاب. وما تشوف فرق إسبانية، فرق رغم أن ما عندهاش ما نقولوا احنا ما تنجمش تلعب امام فرق اسبانيه اخرى باش تدي الشامبيونه، ولا بصح الشيله تشوفهم في الادوار المتقدمه في الدوريات الاخرى، كما نقولوا هنا الدور الاوروبي الشامبيونز ليغ. تشوفهم هذو. هنايا اليوم نتكلم على سيلتا فيغو، الفريق هذا اللي امام ليغانسي، الفريق اللي يعرف كيفاش يخطف نقطه ثمينه، رغم ان المقابله شنها حماس كبير من اجل الاهداف. ما شناش اهداف شوط اول، اللي ما شناش فيه اهداف شوط ثاني، ما شناش اهداف، شنها فرص ضائعه خاصه من سيلتا فيغو وليغانسي اللي ضيع الفوز في الشوط الاول. كي نقولوا ضيع الفوز في الشوط الاول، ضيع الفوز في الشوط الاول، لان ضيع كي نشوفوا اوسكار روديغيز اللي ضيع هدف كان محقق في الدقيقه 17 والدقيقه 25. شنا سيبيان ماريون اللي ضيع فانيك في الدقيقه 36 والدقيقه 44 في الشوط الاول. شنا دافيد كوستاس اللي ضيع فانيك اهداف، ضيع هدف في الدقيقه 30، ضيع في الدقيقة 30 والدقيقة العاشرة في بداية الشوط الأول، وين ما عرفش كيفاش يوضع، قالت له إلا يوضع الكرة في المرمى، لكن حسن الحظ الدفاع والحارس الكرة ما راحتش للشباك. هذه هي. شلنا الشوط الثاني، الشوط الثاني يقول لك تاع مدربين خوسي كوردوس اللي وضع خطة محكمة لكن بدون جدوى. وشلنا كيفاش ماريوسيو اللي فانيك اللي يحوس على الاهداف، شلنا وين دفع باللاعبين تاعو الهجوم لكن بدون جدوى، شلنا اهداف ضائعه، شلنا تكتيك ما بين مدربين، تكتيك ما بين مدربين، خطه ما بين مدربين، تنافس ما بين لاعبين، لكن هذه هي البطوله الاسبانيه. تشوف اهداف، تشوف تعادلات، تشوف اهداف كثيره. بطوله النجوميه، بطوله الاضواء. هذه هي صحيتو، وربي يحفظكم.